البروسس الرابعه في شابتر الريسك مانجمنت هي بيرفورم كوانتيتيف ريسك اناليسيس. في البروسس دي هنبدا ان احنا نعمل تحليل كمي. تحليل كمي يعني بالارقام. الهدف من البروسس دي ان انا ابدا اعمل تقييم، بعد ما عملت تقييم كواليتيتيف اعمله كمان كوانتيتيف، عايز اعمل تحليل كمي. فعشان كده بيقول لي the process of numerically analyzing، انا بعمل تحليل بالارقام. The combined effect of identified individual risks، الريسكس او الانديفيدوال ريسكس، المخاطر الفرديه اللي على الاكتيفيتيز بتاعتي، and other sources of uncertainty on overall project objectives، والمخاطر اللي على المشروع ككل. عندي مجموعه من الانبوت والتولز والتكنيكس والاوتبوت. هنلاحظ ان الانبوت بتاعتي معظمها في البروجكت دوكيومنتس والبروجكت مانجمنت بلان، والتولز والتكنيكس هيبقى يعني معظمها بيتكلم في تولز مختصه بالنيوميريكال اناليسيس، التحليل الكمي او التحليل العددي زي ما هنعرف مع بعض. والاوتبوت عندي الرئيسي هو الريسك ريبورت، واكيد هيبقى في ابديت للريسك ريجستر زي ما هنعرف بعد كده. نبدا الاول بالبروسيس ماب اللي موجوده عندي. بيقول لي البروجكت مانجمنت بلان، منها الريسك مانجمنت بلان اللي بتقول لي ازاي هتعمل البروسيس دي، ايه هي التولز اللي انت هتستخدمها عشان تعمل الكوانتيتيف ريسك اناليسيس، مين هم الناس اللي انت كنت عامل لهم اساين ان يعملوا الاكتيفيتي او التاسك ده. طيب من ضمن برضو عناصر البروجكت مانجمنت بلان عندي السكوب بيز لاين، السكادجول بيز لاين، الكوست بيز لاين. انا محتاج العناصر دي لان انا بعمل تحليل كمي باستخدام الجدول الزمني عشان ابدا اعمل انتجريشن للعناصر كلها المختصه بالريسك. عندي عدد من المخاطر، المخاطر دي مرتبطه باكتيفيتيز في الجدول الزمني، وانا عايز اعمل ران بواحد من السوفت وير تولز زي مثلا بريمافيرا ريسك اناليسيز اللي هيعمل انتجريشن للريسكس دي كلها عشان يطلع لي التاثير على المشروع بالكامل. فعشان كده الموضوع مرتبط بالسكادجول، مرتبط بالكوست، لان الامباكت بيبقى عليهم، الامباكت بيبقى على التايم او على الديوريشن او على الاكتيفيتي ده هيتاخر ولا هيخلص في ميعاده، ونفس الشيء على الكوست، على التكلفه بتاعه النشاط. من ضمن البروجكت دوكيومنتس عندي موضوع الاسامشن لوج، سجل الفرضيات، البيزس اوف استيميت، لان قلنا قبل كده موضوع الاستيميتس مرتبطه بالريسك لان ممكن من طريقه الاستيميت نفسها اتوقع ان في ريسك معين. عندي الكوست استيميت نفس الشيء، الكوست اوف فوركاست او الكوست فوركاست، التوقع بتاع التكاليف. يمكن الفوركاست هنا له مهمة مختلفة، ان انا بعمل عملية مقارنة ما بينه وما بين اللي طالع لي كنتائج من البرنامج تحليل الريسك. المايلستون ليست لان هي بتديني التواريخ الرئيسية الهامة في المشروع اللي ممكن تتغير بناء على الريسك ده. الريسورس ريكويرمنت، الاحتياجات بتاعتي من الريسورسز. الريسك ريجستر، سجل المخاطر اللي موجود فيه المخاطر نفسها اللي انا هعملها تحليل كمي. الريسك ريبورت، لو في تقرير الريسك كان في بيان معين متعلق بالبريورتيزيشن للريسكس نتيجه الكواليتيف اناليسز اللي انا كنت عملته، وعايز استخدم الكلام ده بعد كده وابدا ان انا اشوف انهي فيهم كان عنده هاي بريورتي من الريسكس الموجوده عشان ابدا اعمل لها كوانتيتيف ريسك اناليسز. الاسكادجول فوركاست عشان اقدر اقارن ما بين الفوركاست والنتائج اللي طالعه من الريسك اناليسز واشوف مصداقيتها وهل هي ريلايبل اقدر ان انا اعتمد عليها ولا لا. من ضمن الانبوت الاي اف والاو بي اي كالمعتاد. الاوتبوت اللي عندي الريسك ريبورت. قبل ما بيبدا في الانبوت الخاصه بالبروسيس دي بدا ان هو يدي مجموعه من الكونسبتس. اول حاجه بيقول لي ان الكوانتيتيف ريسك اناليسيس مش لازم ان هو يتعمل لكل المشاريع، بعض المشاريع ممكن ما يتعملش ليها كوانتيتيف ريسك اناليسيس. النقطه الثانيه بيقول لي ان الكوانتيتيف ريسك اناليسيس ده بيتطلب انك يكون معاك سوفت وير ريسك سوفت وير او برنامج كمبيوتر خاص بموضوع الكوانتيتيف ريسك اناليسيس، لان هو بيبقى تحليل رقمي بيعتمد على مجموعه كبيره من عمليات السيميليشن او المحاكاه اللي بتضطرني ان انا ما اقدرش اعملها مانوال، لازم برنامج كمبيوتر. النقطه الثالثه بيقول لي ان الريسك او الكوانتيتيف ريسك اناليسيس ده ممكن ان هو يبقى افضل كمان ليه او ضروري للارج كومبلكس بروجكتس، المشاريع الكبيره المعقده او المشاريع المهمه استراتيجيا. It's most likely appropriate for large or complex projects or strategically important projects. النقطة اللي بعد كده بيتكلم على ان الكوانتيتيف ريسك اناليسيس هو الطريقة الوحيدة اللي عندي اللي اقدر احسب بيها الاوفرول بروجكت ريسك،
نظرا لان انا عندي individual risks. individual risk كل ريسك انا معرفه لوحده. طب عايز اعمل integration او عايز اجمع الريسكس دي كلها مع بعضها عشان اطلع الاوفرول بروجكت ريسك، اللي هيعرف يعمل لي الكلام ده هو الكوانتيتيف ريسك اناليسيس. quantitative risk analysis is the only reliable method to assess overall project risk through evaluating the aggregated effect on project outcomes. لان انا عندي نتائج لكل ريسك، في نتيجه معينه الاوتكم او المخرج او النتيجه دي عباره عن ان المشروع مثلا هيتاخر، ممكن ان هو يتاخر يوم يومين 10، ممكن ان هو هيتاثر هياثر على الميزانيه بتاعه المشروع. فكل النتائج دي انا عايز ادمجها مع بعض من خلال الجدول الزمني بتاع المشروع، فالكوانتيتيف ريسك اناليسيس هو اللي بيعمل لي النقطه دي. هنا زي مقارنه بسيطه كده عشان يبين الفرق ما بين كواليتيتيف وكوانتيتيف. الكواليتيتيف ده تقدير شخصي سبجكتيف ايفالويشن، اما الكوانتيتيف بيكون موضوعي وعددي اوبجكتيف ونوميريكال. الاكزامبل على الكواليتيتيف ريسك اناليسيس ان الريسك ده هاي، لكن الكوانتيتيف ريسك اناليسيس الاكزامبل ان انا بقول الامباكت رقم معين، يعني مثلا $5,000 ب 80% كونفيدنس ليفل، مستوى الثقه او الاحتماليه بتاعتها. ممكن برضو انه نقول الكواليتيتيف ده مطلوب لكل الريسكس اللي موجوده عندي، لكن الكوانتيتيف ممكن يبقى مطلوب لمجموعه معينه من الريسكس او مش مطلوب للمشروع او مطلوب للمشروع بالكامل على حسب طبعا طبيعه البروجكت نفسه. بيبدأ في الأول في الانبوت الخاصة بالبروسيس دي، وبدأ يقول لي أول انبوت عندي هو البروجكت مانجمنت بلان، وشيء متوقع إن أول حاجة تكون فيها الريسك مانجمنت بلان. الريسك مانجمنت بلان خطة إدارة المخاطر اللي بتقول لي إزاي هتعمل البروسيس دي اللي هي perform quantitative risk analysis، إزاي هتعمل التحليل الكمي أو العددي. Risk Management Plan whether quantitative analysis is required، هل هو مطلوب فعلا ان انا اعمل quantitative risk analysis. It also details the resources available، ايه هي الموارد المتاحة لان انا اعمل كده for the analysis and the frequency of analysis. الموارد المتاحة زي الافراد المهندسين المختصين اللي هيعملوا عمليات Risk Management، هل سيتم من خلال Risk Engineer Risk Specialist ولا هيتم من خلال الناس المسؤولة عن Project Control عموما. فدي من ضمن الريسورسز اللي انا بحددها في البلان. الفريكوانسي، هل انا هعمل الاناليسيس ده كل مثلا شهر ولا كل اسبوعين؟ الفريكوانسي دي بتبقى موجوده في الريسك مانجمنت بلان. من ضمن العناصر بتاعه البروجكت مانجمنت بلان السكوب بيز لاين، السكوب بيز لاين والسكيدجول بيز لاين والكوست بيز لاين، الثلاثه مرتبطين بعمليه الكوانتيتيف ريسك اناليسيس. لان الكوانتيتيف ريسك اناليسيس عشان يتم وابدا ان انا احلل الريسكس دي كلها لازم يبقى من خلال الجدول الزمني، لان انا بتكلم على امباكت على التايم. لازم ان انا اكون فاهم ان انا احمل الريسكس دي او المخاطر دي على الاكتيفيتيز بتاعه الجدول الزمني، وبناء عليه وارد ان انا اكون شايف مثلا ان الريسك ده هياخر 5 ايام وده 10 ايام وده 15 يوم، بس ما ينفعش اجمعهم كده مباشره جمع جبري، لا لازم على حسب كل واحد فيهم هل هو على الكريتيكال باث ولا مش على الكريتيكال باث. لو على المسار الحرج هيبقى له حاجه، لو مش على المسار الحرج ممكن يبقى الوضع مختلف، وعلى حسب البروبابيلتي بتاعته. فلازم ابقى فاهم ان الموضوع كله مرتبط بال سكيدجول وبالكوست بيز لاين. من ضمن الانبوت عندي البروجكت دوكيومنتس، اول واحد هو الاسامشن لوج. بيقول لي الاسامشن لوج ممكن ان انت فارض فرضيه، طب افرض الفرضيه دي ما كانتش صح، افرض الفرضيه دي ما طلعتش مظبوطه، فاكيد شيء طبيعي ان هي هتاثر عندي على الريسك، هيبقى في خطر متوقع نتيجه لذلك. فهنا بيقول لي the effect of assumptions، التأثير بتاع الـ assumptions دي، والـ constraints، القيود may be modeled، ممكن ان انا احاول اعمل له modeling. modeling ان انا اعمل له نمذجة جوه البرنامج، اعمل له زي محاكاة او نمذجة جوه البرنامج، ان انا احله في البرنامج بتاع الـ risk management. من ضمن العناصر الـ basis of estimates، لان البيزنس اوف استيميتس برضو ممكن يبقى فيها حاجات تقديريه، حاجه ان انا قدرتها مثلا وقلت ان الاستيميشن تم بشكل تقديري، تم بافتراض كذا، تم بطريقه الدقه بتاعتها مش عاليه، فهيبقى في اختلاف. الاختلاف او الفاريابيليتي دي في الكوست استيميتس مي بي موديلد، ممكن ان انا احاول اعمل له نمذجه او ان انا ادخله على البرنامج.
الكوست استيميتس نفسها provide the starting point from which cost variability is evaluated، لان هي دي الاساس اللي انا وصلت له. انا كنت بعمل cost estimation وصلت لاستيميتس معينه، تقديرات معينه. التقديرات دي هي البدايه اللي انا هبدا منها، وهبدا بناء بقى على الاحتماليات وعلى الريسكس ان انا اغيرها. فبالتالي انا لازم اكون عارف البدايه بتاعتي ايه. يعني مثلا واحد من الاكتيفيتيز قلت ان هو هيتكلف $20,000. $20,000 دي عبارة عن البداية، ده الكوست استيميت. طيب وهيحصل بعد كده بسبب ريسك معين تغير، تغير على مين؟ على $20,000. ان هي هيحصل فيها ايه؟ ان هي هتزيد مثلا 5000. طيب يبقى انا محتاج اعرف الرقمين، الـ20,000 اللي هو الكوست استيميت نفسه، والـ5000 اللي هو نتيجة الريسك اللي هو الامباكت بتاع الريسك. فهو ده المقصود بالكوست استيميت. محتاج برضو الكوست فوركاست عشان اقدر اقارنها بعد كده. انا بناء على الكوانتيتيف ريسك اناليسيس هطلع نتائج، وهقول ان في نتيجه متوقعه ان يحصل امباكت على الكوست، بان الكوست هتزيد بقيمه معينه. طيب ما اقارن ده كمان بالفوركاست عندي عشان اعرف الثقه او الكونسستنسي ما بين الاثنين، الاتساق او التناسق ما بين الاثنين. Could be compared to the results of quantitative risk analysis to determine the confidence level for achieving these targets. انت بتقولي في الفوركاست، الفوركاست متوقع مثلا ان انا عشان اخلص المشروع هصرف ممكن نقول مثلا ايه 150 مليون وحدة، 150 مليون دولار مثلا، كان رقم كبير بس خلينا نقول مثلا 150 مليون دولار عشان اخلص المشروع بالكامل. طيب ده فوركاست بالنسبة لك، لكن البرنامج بقى هيطلع لك للقيمة دي نسبة ثقة. البرنامج بناء على تحليل المخاطر هيطلع لي نسبة الثقة في الرقم اللي انت بتقوله كفوركاست. فعشان كده لازم هربط الاثنين ببعض. Duration Estimates زي ما اتكلمت على الكوست Estimates، نفس الشيء هيبقى للديوريشن Estimates، لان هي برضو الستارتنج بوينت اللي هزيد او هقل عنها بسبب الريسك. من ضمن الانبوتس عندي البروجكت دوكيمنتس في المايلستون ليست. المايلستون ليست هي اللي بتديني كل مرحله المفروض ان هي هتخلص امتى، وبالتالي انا عايز اعرف نسبه الثقه في الكلام اللي انا بقوله ان المرحله دي هتخلص فعلا في وقتها اللي كان موجود في العقد او اللي كان موجود في البلان الرئيسيه. هل فعلا هتخلص بالموعد ده ولا لا؟ طيب لو لا، نسبة الثقة في ان هي تخلص بالموعد اللي انا قايله في المايلستون ليست في البروجكت مانجمنت بلان، النسبة هتبقى قد ايه؟ فهنا بيقول لي to determine the confidence level associated with achieving these milestones. من ضمن العناصر برضو الخاصة بالبروجكت دوكيمنتس الريسك ريجستر، لان الريسك ريجستر موجود فيه المخاطر نفسها. مش انا عايز اعمل كوانتيتيف ريسك اناليسيس، تحليل كمي، طب هعمل تحليل كمي لايه؟ للريسكس. طب هي فين الريسكس دي؟ موجودة في الريسك ريجستر. اروح افتح الريسك ريجستر واعرف ايه هي المخاطر اللي كانت موجودة. Details of individual project risks that will be quantitatively analyzed، اللي انا هعمل لها تحليل كمي. الريسك ريبورت، وقال لي هنا انه بيوصف الحالة الحالية، describes the current overall project risk status. السكيدجول فوركاست، نفس لما كنا بنتكلم على الفوركاست قبل كده، نفس الشيء لما هقول ان هو هيتم مقارنته compared to the results of quantitative schedule risk analysis عشان احدد مستوى الثقه في الفوركاست اللي انت بتقوله لي ده قد ايه بناء على الريسك اناليسيس اللي انا عملته. انت مطلع فوركاست بس انت مطلعه بدون مستوى ثقه، بدون اي شيء. انت بتقول ان انا هخلص المشروع بسكيدجول فوركاست، يعني مده معينه، يعني بعد مثلا 11 شهر انا هخلص المشروع. بس بناء على التحليل الكوانتيتيف ريسك اناليسيس بيقول لا، بيقول ال 11 شهر دي بنسبه ثقه 75%. طيب لو عايز اعلي نسبه الثقه شويه اوصلها ل 90% هيقول لي، طبعا بعد تحليل المخاطر، هيقول لي الكلام ده ممكن يبقى 15 شهر. لو عايز توصل لنسبه الثقه دي، نسبه ثقه 95% او 90% ده 15 شهر. فبالتالي الفوركاست بقدر ان انا اقيمه بنسبه ثقه بناء على التحليل اللي انا هعمله. من ضمن العناصر بتاعه الانبوت الانتربرايز انفايرمنتال فاكتورز والاورجانيزيشنال بروسيس اسيتس. ندخل على التولز والتكنيكس. اول تول وتكنيك كالمعتاد هو الاكسبرت جادجمنت، خبره الخبراء او حكم الخبراء. انا محتاج ناس يكون عندهم خبره في
الجزء الخاص بالكوانتيتيف ريسك اناليسيز، ومنه الموديلنج، النمذجه، ان انا اخد الريسك ده واوقعه على الجدول الزمني بتاعي، ان انا اعمله كنموذج على الاكتيفيتي نفسه، اعمل له موديلنج على الاكتيفيتي. فانا محتاج واحد يكون فاهم في موضوع الموديلنج، موضوع الترانسليتنج ريسك انفورميشن انتو نيوميريك انبوت، ان انا احول الانفورميشن بتاعت الريسك دي لقيم رقميه. محتاج حد يكون فاهم في النقطة دي، وفي نفس الوقت يكون فاهم في نوعيات المشروع ده. النقطة التانية عندي هي data gathering. أنا محتاج أجمع بيانات. أجمع بيانات قال لي الانترفيوز، ابدأ أقعد مع الناس الخبراء مثلا، أو الناس المتخصصين، أو الناس المتعلقين بالموضوع ده. This is particularly useful where information is required from experts، لما أكون محتاجها من الخبراء. من ضمن العناصر بتاعت التولز والتكنيكس الـ Interpersonal and Team Skills، اختار منها كالمعتاد هنا الـ Facilitation، لأن أنا هعمل Interviews، فبالتالي محتاج يبقى في حد Facilitator عشان يقود الاجتماعات أو يقود الـ Workshop أو يقود الـ Interviews دي، ويبدأ إن هو يعمل لها تيسير أو تسهيل أو Facilitation إن هي فعلا تتم و طبقا للنهج او الخطه الموضوعه، وينتج عنها الهدف المرجو، ان انا عايز اقعد مع الخبراء واعرف تصنيف الريسكس او اعرف القيم المتوقعه. فبالتالي انا محتاج ان الانترفيو اللي هيحصل او الميتنج او الوركشوب اللي هتحصل تكون فعلا النتائج بتاعتها مثمره، ما يكونش فيها خلافات ما بين الافراد المختلفين اللي موجودين جوه الانترفيو او جوه الميتنج دي. فمحتاج ان انا اعمل لهم عمليه الفاسيليتيشن. A skilled facilitator is useful for gathering input data during a dedicated risk workshop. تكون خلال risk workshop ورشة عمل مختصة بالريسك، وتكون مختصة بالموضوع، dedicated للموضوع ده. من ضمن التولز والتكنيكس عندي الريبريزنتيشن للانسرتينتي. الانسرتينتي مقصود بيها عدم التيقن او الشك، او ان المعلومه مش واثق فيها قوي. طيب انا عايز امثل الكلام ده، التمثيل بتاع الكلام ده the range of uncertain value can be represented as a probability distribution. وتوزيع البروبابيليتي عندي ممكن ان هو ياخد واحد من الاشكال المستمره الكونتينوس، او يكون discrete يعني منفصل. لو حاجه ممكن ان هي تحتمل الارقام فيها انها تتغير بشكل متصل هتبقى continuous. يعني مثلا لو بتكلم على حاجه زي البروبابيليتي ان هي مثلا تبقى ايه، احتمال ان هي تبقى 5%، واحتمال 6، واحتمال 7، واحتمال 8، كل الارقام متاحة عندي، فده يبقى continuous. لكن لو بقول ان الموضوع عبارة عن سيناريوز، يا اما ده هيحصل يا اما ده مش هيحصل، يا اما هنبيع يا اما مش هنبيع، مثلا لو بتكلم في ماركتينج، لو بتكلم في البروجكت مثلا الريسك هيحصل او مش هيحصل، فعندي اتنين سيناريو بس. مثلا في فيندور انا متفق معاه مثلا ان هو يورد لي، يا هيورد يا مش هيورد، فبالتالي ما فيهاش احتماليات كتير كارقام 1 و2 و3 و4، لا هو يا يا لا. فبالتالي الحاجه اللي بيبقى فيها سيناريوز دي ما بتبقاش كونتينيوس، ما اقدرش ان انا امثلها بكيرف متصل، لا دي انا بمثل السيناريو ده بس. زي ما هنشوف دلوقتي انا عندي الجزء اللي على الشمال ده بيبين الحاجات الكونتينيوس. الكونتينيوس ممكن يبقى تريانجلر، ممكن نورمال، بيتا، يونيفورم. هنشوف من على الشمال اول واحد هو البيتا، بيتا ديستريبيوشن. النوع الثاني اللي هو اليونيفورم، يونيفورم يعني القيمه واحده. انا طبعا بتكلم على الكيرف ده عباره عن تحت اللي هو المحور الافقي القيم اللي عندي اللي هي ممكن ان هي تحصل، والمحور الرأسي بيقول الفريكوانسي بتاعها، التردد او ان هي حصلت كم مرة قبل كده. وبالتالي انا محتاج ان انا أقصين، طبعا عشان التحليل الكمي هيبقى من خلال برنامج كمبيوتر، فانا محتاج ان انا أقصين في البرنامج ده الريسك ده تبع انهي نوع من انواع الكيرفز دي. هل التوزيع بتاعه بيتا ديستريبيوشن ولا يونيفورم ديستريبيوشن، يعني هي قيمه واحده بس هي اللي هتحصل في اليونيفورم، ولا نورمال ديستريبيوشن بالشكل المعتاد بتاع البيل شيب او شكل الجرس او اللي هو الكيرف بتاع الستاندرد ديفيشن التوزيع الطبيعي او النورمال ديستريبيوشن، ولا بسيط خالص تريانجلر اللي هو عندي ثلاث قيم، مثلا ثلاث قيم لمده نشاط، مثلا مده النشاط 3 و5 و9 مثلا، و3 و9 دول ما حصلوش غير مثلا مره واحده، و5 هي اللي كانت بتحصل كتير، فده كده تراينجلر ديستريبيوشن.
على الجزء اليمين هنلاقي الوضع مختلف، هنلاقي عبارة عن سيناريوز مختلفة، وكل سيناريو منهم هنلاقي له probability مختلفة عن التاني. لو حصل أو سيناريو واحد ده احتماليته 65% وسيناريو اتنين 49% وهكذا، فكل سيناريو هيبقى له الاحتمالية، لكن ما أقدرش إن أنا أوصل ما بينهم، لأن ما فيش ما بين السيناريو واحد واتنين حاجة، مش زي المنحنى بتاع الأرقام الطبيعية اللي هو 1 2 3 4 5 وهكذا، لا ده سيناريوز منفصلة، حالة وحالة وحالة، ما ينفعش إن أنا أوصل ما بينهم. من ضمن التولز والتكنيكس عندي في الديتا أناليسيز موضوع السيميوليشن. السيميوليشن مقصود بيه إن أنا أعمل محاكاة، المحاكاة دي بتبقى من خلال واحد من التكنيكس الشهيرة اللي اسمه مونت كارلو أناليسيز. مونت كارلو أناليسيز بيبدأ إن هو بشكل سريع يحاول إنه يعمل محاكاة، بشكل إن هو يعمل سيناريوز كتيرة مختلفة ورا بعضها، ولكل سيناريو منهم يبدأ يشوف هي كل حاجة اتكررت كم مرة في السيناريو ده. السيناريو بيبقى بناء على أرقام عشوائية بيفترضها، ولما بيفترضها بيبدأ إن هو يشوف بناء على التجربة دي أو السيميوليشن دي النتائج كانت إيه، هل المشروع اتأخر؟ لا ما اتأخرش، الوضع كان إيه. طبعا ده كله بعد تغذية البرنامج بالريسكس الموجودة، وكل ريسك منهم الأرقام بتاعته إيه كبروبابيليتي، يعني كان الكيرف بتاعه أو التوزيع بتاعه شكله إيه، هل هو منحنى طبيعي ولا بيتا، في أرقام معينة ممكن أن أنا هضيفها في الكلام ده، بحيث أنه هو يدمج الكلام ده كله مع بعضه على البرنامج الزمني، ويبدأ أنه هو يعمل أكتر من سيميوليشن. سيميوليشن ألف السيميوليشنز هيعملها، كل مرة هيحاول أنه هو يغير حاجة معينة. يعني أنا مثلا لو بقول إن في نشاط معين كان مرة تنفذ في 3 أيام ومرتين تنفذ في 5 ومرة تنفذ في 7، هيبدأ إن هو يعمل الكلام ده، والنشاط ده هيبدأ إن هو يحاول يغيره مرة 3 مرتين 8 5 مرة 7، وهو عمال يغير بيغير أنشطة تانية وهكذا. كل الريسكس عمال يحاول إنه يعمل عدة محاولات كتيرة، كل مرة يفترض ترايل جديدة، ومع كل ترايل يبدأ يشوف البرنامج خلص في قد ايه، المشروع خلص في كام يوم، ومع كل محاولة يسجل بقى البيانات بحيث ان هو يعرف مدة المشروع عندي كانت المفروض تبقى سنتين، كام مرة من المحاولات اللي انا عملتها دي خلصت في سنتين، طب كام مرة خلصت في سنتين ويوم، سنتين ويومين وثلاث ايام وهكذا، او سنتين الا يوم الا يومين الا ثلاثة. ومع كل مثلا محاولة يبدأ ان هو يسجل انا خلصت في كام يوم، عشان يحسب الفريكوانسي بتاعتهم لكل رقم من الارقام اللي هما سنتين او سنتين يوم او سنتين وثلاثة، خلص كام مرة من المحاولات دي، الفريكوانسي بتاعه كان قد ايه، عشان يقدر ان هو يرسم منحنى للتكرارات او الفريكوانسي بتاعت كل واحدة منهم، وبناء عليه يقدر ان هو يحسب البروبابيليتي. بيقول لي هنا simulation quantitative risk analysis uses a model، بيستخدم نموذج that simulates the combined effects، التأثيرات المدمجة كلها مع بعضها of individual risks للريسكس المنفصلة. simulations are typically performed using a Monte Carlo analysis، بتستخدم بتحليل مونت كارلو. computer software is used to iterate the model، عشان اعمل iterations متعددة، ان انا اعمل اكتر من محاولة على الموديل نفسه، اعمل اكتر من simulation، يعني several thousand times، الاف المرات، مرات عديدة من الالاف او الاف المرات، عشان مع كل مرة ابدأ اطلع نتائج واسجلها وادرس في الاخر النتائج ديت ان انا احللها وارسم بيها curve. The input values القيم الداخلة في الموضوع cost estimates أو duration estimates، زي ما كنا بنقول إن في نشاط معين مثلا كان بيتنفذ في 3 أيام في 5 في 7، طيب كل مرة كان أو كل مدة منهم حصلت كم مرة، دي أكيد إن هو هياخدها في اعتباره الويت بتاع كل مدة، أكيد الثلاثة دي حصلت مرة لكن الخمسة حصلت 3 مرات، يبقى هياخد في اعتباره الوزن بتاعها. نفس الشيء على الاستيميشن للديوريشن أو الاستيميشن للكوست، are chosen randomly بشكل عشوائي for each iteration، لكل iteration. outputs represent the range of possible outcome، وبيطلع لي بعد كده الرينج بتاع النتائج المحتملة. طبعا انا مش بعمل السيميوليشن ده بنفسي، هو برنامج الكمبيوتر هو اللي هيعمله، لكن انا هيطلع لي الاوتبوت، فعشان كده انا ضروري اكون فاهم الاوتبوت. typical outputs include a histogram، بيطلع لي histogram شكل زي البار تشارت القضبان الرأسية،
الهيستوجرام representing أو presenting the number of iterations عدد المحاولات for each outcome لكل outcome منهم or cumulative probability distribution على شكل S-curve. الS-curve ده أقدر من خلاله إن أنا أعرف احتمالية كل رقم قد إيه، يعني مثلا احتمالية إن أنا أخلص المشروع في 300 لو قلنا السنتين مثلا 365 في 2 يبقى مثلا 730، فممكن ان انا اقول احتماليه ان انا اخلص في 730 قد ايه، هلاقيها مثلا 50%، 731 قد ايه، هلاقيها مثلا 51 او 52% وهكذا. لكل رقم من الارقام هلاقي الكيرف بيبين لي احتماليه معينه. ده شكل للكيرف عندي، الشكل موجود في الكتاب بتاع البين بوك، بيبين لي ان انا المنحنى او المحور الافقي بيبين الكوست، الكوست اللي هو التوتال بروجكت كوست، والمحور الرأسي بيبين البروبابيليتي الاحتمالية. فهنا ده يعتبر الاوتبوت اللي طالع عندي من السيميليشن. طلع عندي ان هو بيقول لي لو عايز تخلص المشروع او احتمالية يعني انك تخلص المشروع ب 2.2 من 10 مليون دولار، الاحتمالية بتاعتها تعتبر 23%. لو نيجي عند 2.2 ونطلع بخط رأسي لغاية الكيرف وبعد كده خط افقي عشان نشوف البروبابيليتي قد ايه، هنلاقيها 23 او 23% chance او الاحتمالية او الفرصة ان انا احقق التارجت ده اللي هو 2.2 من 10 مليون دولار. طيب لو كان العكس، انا عايز اشوف مثلا ال 85% هتديني قيمة قد ايه، احتمالية ان انا اخلص المشروع لو كانت 85%، 85 دي تناسب قيمة كام، يعني ايه هي القيمة اللي بيها هخلص المشروع بنسبة 85%. فارجع بالراجع اخد ال 85 وارسم خط افقي لغاية ما اوصل للمنحنى، وبعد كده انزل رأسي هلاقي ان القيمة 2.45 مليون دولار. من ضمن عناصر الـ Data Analysis الـ Sensitivity Analysis أو تحليل الحسية. الـ Sensitivity Analysis بيعتمد على إن أنا ببدأ أفكر بناء على الـ Risk اللي موجود عندي ده، طيب لو حصل الـ Risk بقيمة معينة الامباكت بتاعه هيبقى ايه، طب لو اتغير السيناريو الامباكت هيبقى ايه. الـ Sensitivity Analysis بتنفع في إن أنا أحاول إن أنا أقيس الرينج بتاعي هيكون من فين لفين، يعني لو القيم دي اتغيرت اقصى حاجة ايه واقل امباكت ايه، اقصى امباكت عندي واقل امباكت، ببدأ ان انا اعمل التغييرات عشان اشوف الرينج بتاعي من فين لفين. لو نبدأ الاول نتكلم عنها بتقول It helps to determine which risk have the most impact on the project، أي من المخاطر له أكبر impact على البروجكت. It examines the extent الحدود أو النهايات، النهاية العليا أو النهاية الدنيا، to which uncertainty affects objective being studied، للمرحلة لغاية عندها ببدأ ألاقي الـ uncertainty دي أو الـ risk اللي موجود عندي بيأثر على أهداف المشروع اللي أنا بدرسها. واحد من الأشكال اللي هو اسمه تورنيدو دياجرام، تورنيدو دياجرام ده بيستخدم في السنسيفتي أناليسيز عشان أمثل الحدود القصوى والدنيا لكل ريسك زي ما هنشوف بعد شوية. بيبدأ هنا يديني جدول، الجدول ده بيحاول ان هو يعمل تحليل الحسية ان هو يزود ريسك معين لأقصى حاجة ولأقل حاجة ويشوف الحدود بتاعتي من فين لفين. بدأ يتكلم ويقول ان انا عندي في الاكزامبل ده في 250 يونتس، متر مكعب متر مسطح زي ما يكونوا، انا عندي واحد من الكوانتز عبارة عن 250 يونتس، واليونتس دي ليها جزء labor cost وليها جزء material cost، تكاليف للمواد وتكاليف للليبر، وتكلفة الليبر 30 دولار، تكلفة الماتيريال 50 دولار، وبالتالي لو جمعت الاثنين 30 و 50 يبقوا 80، 80 دي هضربها في 250 يونت تطلع 20,000 دولار. طيب هيبدأ ان هو يقول انا هجرب اعمل تشينج للكوانتيتي واعمل اكتر من سيناريو، فعمل السيناريو الاولاني وقال لو زودت اليونت لاقصى حد ممكن تزيده هتوصل لكام؟ هتوصل مثلا ل 50 يونت. طيب بناء على ان هي بقت زادت 50 يونت يعني تحولت من 250 ل 300، ده اقصى ليميت، ده الاكستنت بتاعتي او الحد اللي عندي هو ده. طيب ال 300 يونت دول هيتضربوا في ايه، في الليبر كوست ولا الماتيريال كوست ولا الاثنين؟ الاثنين.
طيب هجمع ال 30 و 50 يبقوا 80، 80 في 300 هيطلع 24000 دولار. هقيس ال 24000 دولار دي مقارنة بالتوتال كوست القديم، هلاقي ان هي زادت 20%. طيب انا كده قلت ان اليونتس ممكن تزيد، طب هل اليونتس ممكن تقل؟ اه ممكن تقل. طيب اقل حاجة تقلها يعني او اكتر حاجة ممكن تقلها اللي هو القيمة الدنيا بتاعتها قد ايه؟ ان هي تقل 30 يونت. طب 30 يونت من ال 250 هيبقى 220 يونت. ال 220 هضربهم في ال 80 اللي هي مجموع ال 50 وال 30 هتطلع 17600. هقارنها بال 20000 هلاقي ان هي نقص 12%. يبقى انا الحد الاعلى بتاعي هو ان انا انزل 12%، والحد الثاني اللور ليميت هيبقى ان انا ازيد 20%. طيب ده كده الجزء الاولاني. طيب لو الليبر كوست مثلا هي اللي بتتغير، طيب الليبر كوست هي اللي بتتغير واليونت ثابتة، طيب السيناريو الاولاني نفرض ان الليبر كوست ما كانتش بقى 30، لا زادت، طيب اكتر حاجة ممكن تزيدها كام؟ ممكن توصل لاربعين. طيب يبقى الاربعين هجمعها مع الخمسين اللي هي الماتيريال كوست تبقى 90، 90 في 250 يعني 22500، ده معناه زيادة 12.5%. طيب لو الليبر كوست دي قلت وصلت لكام؟ وصلت ل 25 مثلا، 25 زائد 50 يبقى 75، 75 هضربهم في 250 يونت تطلع 18750 دولار. طيب ده معناه ان انا قليت عن ال 20000 بكام في المية؟ بحوالي 6.25%، وقدرت ان انا اعرف التو اكستنس بتوعي. هعمل كده للعناصر اللي انا عايزها، واقدر ان انا اعمل بقى تمثيل للعناصر دي بشكل تورنيدو دايجرام، ان انا مثلا امثل قيم معينه اللي هي اللي ليها تغير صغير سواء كان بوزيتيف ونيجاتيف او بوزيتيف بس او نيجاتيف بس، ابدا ان انا امثلها في الاول، واللي ليها قيمه اكبر بعديها واللي اكبر بعديها وهكذا، فيبدا يبدو شكل الموضوع على شكل التورنيدو اللي هو بيبقى بنفس الشكل ده، الإعصار بتاع تورنيدو اللي هو بيبقى بنفس الشكل ده، فعشان كده بيسمى تورنيدو دايجرام. طيب هستفيد ايه من الشكل ده؟ هستفيد ان انا اعرف انهي واحد من العناصر اللي موجود فوق خالص، الاكستنس بتاعته بعيدة قوي، اللي بيعمل لي اكبر امباكت. تاني حاجة هبقى عارف التو اكستريمز او التو اكستنس بتوعي، الحدين اللي موجودين، المينيمم والماكسيمم او اللور والهاير. عندي برضو من التولز والتكنيكس الديسيشن تري اناليسز. الديسيشن تري اناليسز عبارة عن شجرة مختصة بالقرارات، ان انا هاخد قرار معين بناء على الفروع بتاعت الشجرة دي، وكل فرع منهم هيترتب عليه قيمة مالية مثلا معينة او امباكت معين. Decision trees are used to support selection of the best of several alternatives. انا عندي مجموعة من الخيارات والبدايل باينين على التري بتاعتي او الشجرة بتاعتي زي ما نشوف مثال ليها دلوقتي، ولكل فرع منهم انا عايز اختار، طيب امشي في ده ولا امشي في ده، القرار بتاعي يبقى ايه، الديسيشن اللي هاخده ايه. Alternative paths أو المسارات بتاعت الخيارات أو البدايل are shown using branches، بتستخدم بإن أنا بمثلها على شكل branch أو فرع، representing different decisions، وده بيبين أو بيمثل قرار مختلف. Each of which can have associated cost، كل منهم من الفروع دية المختلفة ممكن يكون له تكاليف مختلفة. The decision tree is evaluated by calculating the expected monetary value of each branch. لكل branch منهم أنا عايز أختار أنا همشي هنا ولا هنا، decision بتاعي يكون في الاتجاه ده ولا الاتجاه ده. طيب يبقى أنا محتاج أحسب كل decision منهم القيمة المالية بتاعته إيه، الـ expected monetary value، القيمة المتوقعة المالية المختصة بالفرع ده، of each branch allowing the optimal path to be selected، عشان اقدر ان انا اعرف انهي optimal path، انهي مسار هو الoptimum او الامثل او الافضل بالنسبة لي عشان اقدر ان انا اختاره. عطاني هنا مثال بيقول لي choice of vendor، اختيار الفندر او المورد، وعندي two vendors، اتنين موردين. الفندر الاولاني vendor A probability اعطيها لي 30% ان انا اخسر $1000 و70% ان انا اكسب $6000.
اما فيندر بي ففي احتماليه لو رحت معاه ان انا احتمال 40% اكسب 1200 او اخسر 1200 دولار، واحتماليه 60% ان انا اكسب 7500. طيب انا عايز اختار فيندر اي ولا فيندر بي، ابدا ان انا احسب كل فرع ليهم الاكسبكتد مونيتري فاليو بتاعته قد ايه. الفرع الاولاني بيقول لي ان في خساره 30 يعني 0.3 في ماينص 1000، وعندي 0.7 اللي هي احتمالية 70% هتتضرب في 6000، واجمع الاثنين دول على بعض لان الاثنين مكون واحد. هقول ان الاكسبكتد مونيتري فاليو لفندر اي عبارة عن 0.3 في الماينس 1000 زائد 0.7 في 6000، واجمع الاثنين على بعض طلعوا 3900 دولار. اجي على فيندر بي واعمل نفس الشيء، ان انا هضرب برضو الـ 0.4 في ماينس 1200 واجمع عليها الـ 0.6 في 7500، اجمع ده مع ده يطلع 4020. طيب هنا الموضوع عبارة عن ايه؟ عبارة عن فيندر، انا افترضت ان القيمة النيجاتيف تعبر عن اللوس والقيمة البوزيتيف تعبر عن البروفيت، فبالتالي القيمة الاكبر هي اللي هتبقى افضل، لان انا بقول ان البوزيتيف بروفيت، فلو بالتالي الاثنين بوزيتيف يبقى البوزيتيف الاكبر هو البروفيت، هو الامثل بالنسبة لي لان في ربحية اعلى. فعشان كده هنا بيقول لي decision choose the vendor B for the greater profit، لان له البروفيت الاكبر. دي طريقة حساب الاكسبكتد مونيتري فاليو. انا لو ما كنتش خدت في اعتباري التلاتين والسبعين اللي هي النسب المئوية كنت هبقى محتار، هقول طيب الستلاف دي اخدها زي ما هي، زي ما هي ستلاف واطرح منها الف يبقى الفرق ما بينهم مثلا 5000، ولا اشتغل ازاي اعرف اجمعهم جبريا ازاي. فعشان كده الاحتمالية بتفرق، ان انا بحاول ان انا القيم المالية بتعاملش معها كقيمة مالية مباشرة، الالف ريال او الالف دولار لوس ما تعاملش معاهم كقيمة مباشرة، لا انا بحاول ان انا اتعامل مع حاجة اسمها probabilistic value، القيمة بالاحتمالية بتاعتهم، عشان اكون قدرت ان انا استفيد من البروبابيليتي. لان انت بتقول لي 1000 دولار بس ال1000 دولار احتمالهم 30% احتمالهم قليل، خلاص ما تعاملش معهم على ان اسمهم 1000 دولار، لا ده هم بالنسبه لي كانهم 300 دولار اللي هي حاصل ضرب ال1000 دولار في ال30% او ال30%. فعشان كده بحول كل الفاليوز بتاعتي بالاحتماليه بتاعتها، ان انا مش بعملها كفاليو بحد ذاتها، لا بضربها في الاحتماليه بتاعتها عشان اقدر ان انا أقارن ما بين الفاليوز المختلفة. لأن ما ينفعش أن التو فاليوز مثلا لو أنا احتمال أكسب 1000 دولار مثلا لما بقول أن احتمالها 10% غير لما تبقى 90%، 90% أبدأ أن أنا أفكر فيها، لكن احتماليتها 10% تبقى ولا حاجة. فبالتالي أنا محتاج أن أنا أعمل weighing system أو نظام للوزن عشان أعرف أقارن ما بين القيم المالية المختلفة. الويت بتاع كل واحدة فيها هتبقى probability بتاعتها، احتماليتها قد إيه، عشان لو هي احتماليتها صغيرة الرقم يصغر، ولو احتماليتها كبيرة الرقم يبقى أكبر نسبيا من الرقم التاني. طيب ناخد مثال تاني موجود معانا في كتاب البين بوك برضو. المثال ده هنا بيقول لي انت عندك قرار ان انا اعمل بيلد ولا ابجريد لواحدة من الفاسيليتيز او المصانع مثلا اللي موجودة عندي. ناخد بالنا ان في هنا زي الليجند بيبين لي ان المربع بيمثل decision node، يعني عند المربع ده انا عايز اخد قرار، والنقطة بتمثل chance يعني عندي فرصة ان انا امشي كده او كده، والend of branch المثلث ده ان لغاية هنا انا انتهيت من الend. طيب نبدأ ندرس الشجرة او التري اللي موجودة عندنا هنا. بيقول لي لو هتعمل building لnew plant لو مصنع جديد هتبنيه فانت هتتكلف 120 مليون، اما لو هتعمل ابجريد للبلانت اللي موجودة فانت هتتكلف 50 مليون. طيب انا عايز ان انا اختار بس انا مش عارف النتائج المترتبة على اختياري ايه. طيب ابدأ اقارن في النموذج الاولاني او في الاختيار الاولاني لو هبني بلانت جديدة ففي عندي السوق له احتماليتين، يا اما يبقى في strong demand، يعني ايه strong demand؟ يعني طلب عالي على المنتج اللي انا بنتجه، السوق الناس بتطلب. طيب لو في strong demand ففي احتمالية ان يبقى strong demand 60%،
اما في احتماليه ان السوق يبقى فيه ويك ديماند، يعني طلب ضعيف على المنتج بتاعي، احتماليه الكلام ده قد ايه؟ 40% المتبقيه، عشان الاثنين يبقوا 100% اللي هي الواحد الصحيح. فبالتالي عندي 60% احتماليه ان يبقى فيه سترونج ديماند، وفي 40% احتماليه ان يبقى فيه ويك ديماند. طيب بناء على السترونج ديماند لو حصل، ايه اللي ممكن اكون انا متوقعه؟ متوقع مثلا ان يبقى في عندي 200 مليون دولار، اما في الويك ديماند متوقع ان يبقى عندي 90 مليون دولار. الارقام دي هتبقى ارقام الريفينيو، العائد اللي جاي لي. طيب طالما هو العائد انا محتاج اعرف البروفيت قد ايه. انا هدفع في النيو بلانت، في المصنع الجديد، دفعت قد ايه؟ دفعت 120 مليون. طيب اللي هيجي لي قد ايه؟ هيجي لي 200. لا بس ال 200 دي ليها احتماليه، احتماليتها قد ايه؟ احتماليتها 60%، فعشان كده ما تعملش كأن هي 200 وخلاص، لا لازم ان انا اضربها في القيمة بتاعتها، القيمة البروبابلستيك او البروبابلتي بتاعتها. فعشان كده هقول ال 200 اللي انا هكسبهم او اللي هم هيبقوا عائد ريفينيو بالنسبة لي ناقص ال 120 اللي انا دفعتهم. ال 200 ناقص ال 120 يتبقى 80، ال 80 ده يعتبر نت الصافي بالنسبة لي. احتماليته قد ايه؟ احتماليته 0.6، يبقى 80 في 0.6. طيب والاتجاه التاني لو حصل ان الديماند كان ضعيف وده احتماليته 40%، هيبقى عندي العائد كان 90 وانا دافع 120، يعني خسران 30. او بس حتى ال 30 دي ما تاخدهاش 30 بس، لا اضربها في ال 0.4 لان احتماليتها انها تحصل 0.4، واجمع الاثنين على بعض هلاقي هنا ال 0.6 في 80 وال 0.4 في ماينس 30، اجمع الاثنين على بعض يطلع 36 بوزيتيف، يعني ده المكسب بالنسبة لي. يبقى لو انا خدت القرار ده متوقع ان انا اكسب 36 مليون. طيب القرار الثاني لو خدت قرار ان انا هعمل ابجريد للمصنع اللي عندي ومش هشتري مصنع جديد، ابجريد للمصنع اللي عندي لو كان سترونج ديماند متوقع ان انا اكسب 120، نظرا لان انا عملت ابجريد بس ما اشتريتش المكن الحديث او الجديد اللي كان جاب لي ال 200 مليون دولار مثلا في القرار الاولاني، لا هنا هيجيب لي بس 120 مليون دولار. طيب ال 120 وانا دافع 50 في الابجريد، يبقى 120 ناقص 50 تساوي 70، ال 70 دي احتماليتها قد ايه؟ 60%، يبقى هضربها في 0.6 في 70. نفس الشيء المكمل بتاعها لو في ويك ديماند واحتماليته 40%، فبالتالي انا هكسب 60 مليون بس وانا دافع 50، 60 ناقص 50 يبقى كسبت 10 بس. طب ال 10 دي احتماليتها قد ايه؟ 40%، يبقى 0.4 في 10، اجمع الاثنين على بعض هيطلع التوتال 46 مليون. هقارنه بال 36 مليون هقول لا هنا البروفيت اكبر، 46 مليون البروفيت اكبر، يبقى اختار الديسيشن الثاني اللي هيكسبني ال 46 مليون. دي فكرة الديسيشن تري اناليسيز. الفكرة الرئيسية ان انا ما بتعاملش مع القيم المالية مباشرة، لا انا بضربها في الاحتمالية بتاعتها عشان استفيد من ان انا عندي احتمالية. الاحتمالية دي هتفرق معايا في ان انا اقارن مقارنة عادلة ما بين القيم المالية المختلفة بناء على احتماليتها قد ايه. من ضمن التولز والتكنيكس عندي الانفلونس دياجرام. انفلونس دياجرام ار جرافيكال ريبريزنتيشن ذات هيلبس ديزاين ذا ديسيشن تري، عشان اقدر اصمم الديسيشن تري اللي كنا شايفينها هنا دي محتاج ان انا اعمل الانفلونس دياجرام في الاول. عندنا هنا مثال للانفلونس دياجرام ان انا عايز اشوف القرارات اللي انا هتعرض ليها ايه. فهنا بيقول لي فند الار ان دي اللي هو الريسيرش اند ديفلوبمنت، القسم بتاع البحث والتطوير اللي موجود في المنظمه، يا اما ستوب يا اما جو. طب لو جو ممكن ساعتها يبقى في نجاح. طب لو حصل النجاح يا سكسس يا فيل، يا نجاح يا فيلير. طيب لو حصل سكسيد ان هو نجح ممكن ان احنا نعمل برودكت لانش لبرودكت، ان انا ابدا برودكت جديد انزل في السوق منتج جديد. طيب لو حصل ساعتها ماركت سكسس ممكن يس او نو، ولو يس حصل الماركت سكسس ده ممكن ان هو يكون الماركت فاليو تكون جود او مودريت او بور. يعني بحاول ان انا اشوف الاحتمالات اللي موجوده عندي ايه وارسمها على شكل شجره، عشان بعد كده استخدم الشجره دي او الانفلونس دياجرام ده استخدمه في الديسيشن تري اناليسز.
بعد كده هيبدأ يتكلم على الاوتبوت من العملية دي. الاوتبوت عندي هنا بيقول لي البروجكت دوكيومنتس ابديت ومنها الريسك ريبورت. طبعا البي ام اي لما بيتكلم بيقول انكلود بات نوت ليميتد تو، فهو ذكر هنا الريسك ريبورت، لكن طبعا في واحد من العناصر المهمة جدا اللي هو الريسك ريجستر. الريسك ريجستر عبارة عن الجدول او قاعدة البيانات او السجل اللي موجود فيه المخاطر كلها، عشان ابدأ ان انا احدث القيم دي في الريسك ريجستر. طيب نيجي هنا للاوتبوت اللي قال عليه البي ام اي، قال الريسك ريبورت اسسمنت اوف اوفرول بروجكت ريسك اكسبوجر، لان دي النتيجه الرئيسيه اللي جت عندي الاكسبوجر بتاع المشروع بالكامل، هسجله في الريبورت عشان اطلع ريبورت بناء على الكوانتيتيف اناليسز. probability that the project will achieve its key objectives. ومن ضمن الريبورت detailed probabilistic analysis of the project زي الاس كيرف. الاس كيرف اللي طلعته من مونت كارلو بعد التحليل هبدا ان انا احطه برضو في الريبورت بتاعي. التورنيدو دياجرام لو كنت عملت sensitivity analysis together with a narrative، مع narrative او text هكتبه عشان اوصف بيه الكلام ده واقول السمري او الاكزيكتيف سمري او الكونكلوجن اللي انا لخصتها او استفدتها من عمليه التحليل دي. من ضمن العناصر prioritized list of individual risks، ان انا ال individual risks بدأ ان كل risk منهم يبقى عندي قيمة عددية للإمباكت بتاعه، للبروبابيليتي بتاعته، وبالتالي للسكور بتاعه، فأقدر ساعتها ان انا اعمل prioritizing بشكل سليم. من ضمن العناصر recommended risk responses، لو في response معين مقترح، لان عملية الresponse حتى الان لسه ما دخلناش فيها. انا لسه بعد العملية دي بعد quantitative analysis هبدأ ان انا اعمل plan للresponse، بس حتى اللحظة الحالية انا لسه ما عملتش plan للresponse، فبالتالي اثناء عملية quantitative لو كان في محتمل او مقترح لريسبونس معين او يوصى بي ريكومندد يعني، فببدا ان انا اضيفه من ضمن الريسبونسز اللي ممكن تكون ريكومندد. لكن لو مفيش فهي كده كده هيجي له البروسيس بتاعته، فده كريكومنديشن بس لو كان موجود. وبكده يبقى انتهينا من البروسيس الرابعه في شابتر الريسك مانجمنت الخاصه بالكوانتيتيف ريسك اناليسز.